السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة مهم جدا جدا جدا، هنتعلم فيه ازاي ننشئ حساب على جوجل ادسنس من الصفر. عايزكم تركزوا معايا قوي في الفيديو ده، في كل كلمة ما تجريش الفيديو ولا لحظة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة، وما تنساش تعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. ويلا نبدأ الشرح ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنفتح متصفح جوجل كروم، تمام؟ هنيجي هنا هنكتب في جوجل اد موب، بعد كده هنيجي هنا هنضغط على اول حاجه دي. بس قبل ما نضغط هنا نتاكد ان احنا فاتحين الايميل اللي احنا عايزين ننشئ عليه، ايميل الجيميل اللي احنا عايزين ننشئ عليه حساب جوجل ادسنس، تمام؟ كده فاتح الايميل او حساب الجيميل بتاعي ده اللي انا هنشئ عليه حساب جوجل ادسنس. هاجي هنا بقى اضغط ايه بعد ما اتاكد، اضغط على الكلمه دي كده، هنا جايب لي هنا ايه تسجيل الدخول او اشتراك، هنضغط على اشتراك او ممكن ننزل تحت ونضغط على الكلمه دي ابدا هنا، تمام؟ انا هضغط على اشتراك، هنضغط كده على الكلمه دي هتفتح لنا الصفحه دي. هيقول لي تسجيل الدخول باستخدام الحساب الحالي اللي هو الحساب ده، او انشاء او استخدام حساب اخر. ده مش الحساب اللي انا عايزه، فهضغط هنا انشاء او استخدام حساب اخر عشان اختار الحساب اللي انا عايزه. ده الحساب اللي انا عايز انشئ عليه حساب ادسنس، تمام؟ هضغط عليه كده هيجيب لي هنا ان انا اكتب الباسورد، تمام؟ هتكتب الباسورد، تمام؟ بعد كده تضغط على نيكست، تمام؟ هو هنا هيجي ايه تحقق من انه سابق، هتضغط على التالي، بعد كده تكتب الباسورد الثاني. هي بس كلها اجراءات بتأكد انه سابق، بعد كده تضغط على التالي، تمام؟ هيفتح معانا الصفحة دي. هيجي هنا بقى هنا بيقول لك ايه استخدم اد موب حساب الناشرين في جوجل لإرسال الدفعات إليك وبرنامج إعلانات جوجل لعرض إعلانات للشركة نفسها والعروض المباشرة. يبدو أنه ليس لديك حساب حاليا لأي من هذين المنتجين، اكمل النموذج أدناه وسننشئهما نيابة عنك. فأنا بيقول لك جوجل بيقول لك إيه كمل النموذج ده وهم هيعملوا لك حساب على جوجل أدسنس وحساب على جوجل أدورد، تمام؟ فهنيجي هنا بيقول لك أول حاجة البلد أو الإقليم، عايزين بقى من أول هنا بنركز من أول هنا من أول الخطوات دي، لأن كل كلمة بتتقال لازم تكون عارف أنت بتكتب إيه، ولازم تكتب المعلومات بتاعتك كلها بشكل صحيح 100%، تمام؟ هنيجي هنا بيقول لك اختيار البلد، فشوف أنت بقى إنما أنت كنت أي بلد أنت متواجد فيها. أنا موجود في مصر فهدور على مصر، تمام؟ انا هضغط هنا كده هختار مصر. شوف انت في اي دولة انت موجود فيها. بعد كده هيجي هنا يقول لك تاني حاجة المنطقة الزمنية، اختيار المنطقة الزمنية هتضغط كده عليها. فانت طبعا عشان اخترت مصر، انا عشان اخترت مصر هيجيب لي القاهرة، تمام؟ هيلاقيه هو كده مرشحها لي في الاول فوق. بعد كده تنزل تشوف انت برضو تختار اللي انت بقى المكان اللي انت موجود فيه، المحافظة اللي انت موجود فيها. بعد كده هيقول لك العملة اللي عندك، هيقول لك اختيار العملة، هتضغط على تضغط عليها هتلاقيه مرشح لك الدولار الأمريكي، تمام؟ دي العملة المحلية اللي عندك، هضغط عليها. بعد كده هنزل دي شوية حاجات كده، شوية كلام كده برضو كتير. لو عايز تقراه بقراه. بعد كده هنيجي نضغط هنا كده ايه على الكلمة دي نعلم عليها علامة صح. بعد كده نضغط على الكلمة دي إنشاء حساب أدموب، هيجيب لي هنا يفتح لي الصفحة دي، هنضغط نعم نعلم عليهم كلهم نعم، تمام؟ بعد كده تضغط على التالي إثبات ملكية حسابك، تمام؟ بعد كده هيجي هنا يقول لك بيطلب منك إنك تكتب رقم تليفونك عشان هيبعت لك رسالة. أضغط هنا كده رسالة قصيرة، بعد كده اكتب الرقم التليفون بتاعي،
بس هتكتبه بقى بالشكل ده، تمام؟ هتكتب حرف الزائد الأول، بعد كده 2 0 0، تمام؟ وتبدأ تكتب الرقم بتاعك. ممكن بعد كده تضغط على متابعة، هيجي لك رسالة على التليفون. أنا جات لي رسالة على التليفون عندي دلوقتي اهي، مكونة من 6 أرقام، تمام؟ بعد كده تضغط على تحقق بعد كتابة الرسالة. تم بنجاح لقد تم إثبات ملكية حسابك. تضغط على متابعة إلى أدمو، تمام كده؟ هيفتح لي الصفحة دي كده، الصفحة الرئيسية. هنضغط إيه هنا؟ هنختار الدفعات، بعد كده تيجي هنا إضافة معلومات الدفع، إعداد الدفعات، تضغط عليها كده، تمام؟ توفير تفاصيل الدفع. تيجي بقى هنا تبدأ إن أنت تملأ البيانات بتاعتك، تمام؟ دي بقى البيانات اللي هي بتاعت حساب جوجل أدسنس. طب أنت عشان تتأكد، لأ، لو أنت عايز تتأكد إن إحنا بنملى في حساب جوجل أدسنس، هنعمل إيه؟ هنسيب كده الصفحة دي زي ما هي كده هنا، ونيجي نفتح صفحة جديدة ونكتب أدسنس، تمام كده؟ بعد كده نختار أول واحدة دي، هتفتح معانا على طول. بصوا، فتحت معانا بنفس الحساب الجيميل اللي احنا عملناه على أدموب هنا على طول، نفس الحساب. طالما عملناه على أدموب، على طول جوجل لوحدها أنشأت لنا حساب على أدسنس. هنعمل إيه بقى؟ هنملى البيانات دي، ولازم البيانات دي تكون صحيحة 100% زي ما قلت في أول الفيديو. هنيجي هنا أول حاجة نوع الحساب، بيقول لك فردي، دي مش هنيجي جنبها، هنسيبها زي ما هي. بعد كده هتيجي هنا الاسم والعنوان. الاسم والعنوان، خلي بالك هتجيب البطاقة بتاعتك وتشوف الاسم بتاعك مكتوب في البطاقة ازاي، زي ما هو مكتوب. لو مكتوب رباعي تكتبه رباعي، مكتوب بالعربي طبعا، البطاقة بتاعتنا عندنا هنا كلنا في مصر مكتوبة بالعربي، فهتكتب الاسم بتاعك بالعربي، تمام كده. بعد كده عندنا هنا سطر العنوان الأول. ايه هو، ايه عبارة عن سطر العنوان الأول؟ سطر العنوان الأول ده بتكتب فيه المدينة بتاعتك، بعد كده اسم المحافظة، بعد كده اسم المركز، تمام؟ يعني هتكتب اسم المدينة، بعد كده تعمل شرطة مايلة كده، اسم المحافظة، شرطة مايلة، اسم المركز. اللي هو مثلا لو أنا من مدينة، أنا ساكن مثلا في، أنا منين؟ أنا من مصر، يبقى دي اسم المدينة. طب بعد كده المحافظة، أنا من القاهرة، محافظة القاهرة، بعد كده هكتب القاهرة. اسم المركز اللي هو عبارة عن إيه؟ يعني مثلا أنا من شبرا، أنا من مصر الجديدة، أنا من المطرية، على حسب المركز بتاعك، الحي أو المركز اللي أنت موجود فيه، تمام؟ فأنا همسح دول بقى، امسحهم وتقوم كاتب بقى المعلومات بتاعتك. فأنا هكتب أهي المعلومات بتاعتي، تمام كده. بعد كده سطر العنوان التاني، ايه هو عبارة عن ايه سطر العنوان التاني ده؟ بتكتب اسم الشارع اللي انت ساكن فيه، بعد كده شرطة مايلة، بعد كده تكتب رقم العمارة، تمام؟ بعد كده شرطة مايلة، وتكتب رقم التليفون بتاعك، تمام كده. اسم الشارع، رقم العمارة، رقم التليفون. طب لو انت مثلا ساكن في قرية هتعمل ايه؟ هتشيل كل دول، هتكتب اسم القرية، بعد كده شرطة مايلة، رقم التليفون، تمام. ليه بنكتب رقم التليفون؟ عشان لما بيجي لك البين كود بعد كده على العنوان بتاعك، اللي جايب لك البين كود يعرف يوصل لك اكتر، ولو معرفش يوصل بيتصل برقم تليفونك برضو يعرف يوصل لك اكتر، تمام. فانا هكتب بقى البيانات بتاعتي، تمام كده. بعد كده هننزل عندنا المدينة دي هنكتب فيها ايه؟ اللي هي اسم المركز بتاعنا اللي احنا ساكنين فيه، اللي هو اللي احنا كان فوق في سطر العنوان الاول، تمام. بعد كده هنزل على المقاطعة، هنفتح كده نضغط عليها.
طب هي مش باينة أي حاجة، طب نعمل إيه؟ نحل المشكلة دي إزاي؟ هنيجي هنا تحت كده، لو أنت معمول عندك من عربي خليه إنجليزي، تمام؟ اختار إنجليش، بعد كده نفتح المقاطعة هتلاقيها ظهرت معاك، هننزل تحت نختار، أنا هختار إيه؟ القاهرة، تمام؟ شوف أنت برضو في أنهي محافظة، على حسب المحافظة اللي أنت موجود فيها. بعد كده عندنا هنا الرمز البريدي، إيه هو الرمز البريدي؟ الرمز البريدي شوف أقرب مكتب بريد أو أقرب بوسطة ليك، لأن دي اللي هتستلم منها البين كود بتاعك، تمام؟ طب نجيب الرمز البريدي ده إزاي؟ هنيجي هنا نفتح جوجل وتكتب، أنا هكتب الرقم البريدي مثلا، شوف أنت ساكن فين، أنا هكتب الرقم البريدي مثلا لشبرا مصر، شوف انت ساكن في اي حته، للمرج، التجمع الاول، عين شمس، حلوان، انا هكتب لشبرا مصر مثلا، الرقم بيجيب لك الرقم البريدي، هو ده الرقم البريدي اللي احنا عايزينه، دي ارقام بريديه، بيجيب لك المكتب، مكتب البريد بتاع مجمع المحاكم، بتاع شبرا مصر، بتاع شارع العطار، بتاع احمد بدوي، انت شوف اقرب مكتب بريد ليك والمكان بتاعه فين، وتاخد الرقم ده كوبي وناخده ونحطه هنا، تمام؟ نقفل دي، تكتب بقى الرمز البريدي بتاعك، أنا هكتب الرمز البريدي 11 725، تمام؟ بعد كده هنا بيجي رقم الهاتف، بيقول لك هو اختياري بس أنت اكتبه، تمام؟ أنا هكتب الرقم الهاتف بتاعي، خلاص كده. بعد ما تتأكد إن كل حاجة صحيحة 100% تضغط على كلمة إرسال. تمام كده احنا انشأنا حساب على جوجل ادسنس، تمام؟ هيجيب لك، هيفضل تفضل موجودة الصورة دي ان شاء الله بعد 24 ساعة او بعد 2 او بعد 48 ساعة، في خلال المدة دي الحاجات دي اول ما الحساب هيتفعل الحاجات دي هتتفتح، هي بص مقفولة، ولا تيجي تضغط عليها مش هيفتح اي حاجة، اول ما الحساب ما بيتفعل الثلاث حاجات دول بيظهروا، بيبقى زيهم زي دي، تمام؟ ودي هتفضل موجودة لحد ما انت تربط الحساب بتاع جوجل ادسنس ده بالقناة مثلا على اليوتيوب او بموقع او مثلا بمدونة بلوجر، تمام كده. واول ما بينشئ، اول ما بيتفعل الحساب بتاعك، لو انت رحت على الجيميل بتاعك هيجي لك رسالة ان هم ان انت ان الحساب بتاعك اتفعل برضه عشان تتأكد كده. احنا وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى اكون افدتكم، واي حد عايز يسأل على اي استفسار او اي سؤال يسيبه لي في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم.